حقيقة عودتنا قناة الشرقية أن بين فترة وأخرى أن تقدم بشكل ناجح وبشكل ملفت للنظر حملات وبرامج تقدم من خلال هذه البرامج الأفكار الجميلة، الأفكار الرائعة. وكثيرا ما شاهدنا برامج قناة الشرقية وحملات قناة الشرقية التي أثمرت الكثير الكثير من أجل وطننا العزيز. الطفل يا سادتي يا مسؤولين هو لبنة هذا المجتمع، فعلينا جميعا كمواطنين وكمسؤولين أن ننمي قابلية هذا الطفل. من المؤسف أن نرى طفلا يستجدي في الإشارة الضوئية، ومن المؤسف أن نرى طفلا يبيع بعض الحاجات من أجل لقمة العيش. إذن علينا أن نتكاتف جميعا من أجل أن نضع هذا الطفل على الطريق الصحيح من أجل أن يبني هذا الوطن. علينا أن لا نترك هذا الطفل يواجه مصيره الصعب، لأنه ترك هكذا منفردا. الطفل، بعض الأطفال يسعون أن يقدموا لأهلهم مبلغا بسيطا من أجل لقمة العيش. علينا أن لا نجعل هذا الطفل يفكر فقط في أن يبيع مثلا كلينكس أو علكة أو ما شابه ذلك من المواد التي نراها في ساحاتنا وفي بعض الشوارع. من المؤسف أن نرى هذا المنظر. إذن علينا أن نتكاتف جميعا من أجل أن نزيل هذه الصورة المؤلمة من مجتمعنا. كيف لنرى ولنعرف أن هذه الحملة، أنا متأكد جدا ستكون نتائجها مهمة جدا، لأنها حملة حقيقية، حملة تسعى من أجل إنقاذ الطفل ومن أجل أن تجعل هذا الطفل يعيش عيشة سعيدة كبقية أطفال العالم. عندما ننظر إلى أطفال العالم نرى أن الدول التي يعيش فيها هذا الطفل تهتم بتنميته، بعقله، تقدم له البرامج الإلكترونية، البرامج المنوعة، البرامج الترفيهية، لأنها تعلم جيدا أن هذا الطفل سيقود هذا البلد في المستقبل. وكم من دليل أمامنا أن أطفالا تعلموا وثابروا ونجحوا في حياتهم وقادوا بلادا في غاية الأهمية. إذن هذه الحملة لنساندها جميعا من أجل أن نصل إلى بر الأمان في أطفالنا، نحملهم في مركب الأمان ليصلوا إلى بر الأمان. علينا أن نسعى مع هذه الحملة لنقدم لأطفالنا ما يمكننا أن نقدم لهم.